الحمد لله الذي جعل في تعاقب الليالي والأيام عبرا، وفي تصريف الشهور والأعوام والأعمار نذرا. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على نعم تترى وعلى منن لا نحيط بها حصرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لنا يوم الميعاد زادا وذخرا. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المخصوص بالفضائل الكبرى والمبعوث إلى الخليقة طرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه المخصوصون بالفضائل الكبرى والمبعوثون إلى الخليقة طرا. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أيتها الأخوات المسلمات، كل عام وأنتم وجميع الأمة الإسلامية بخير وصحة وعافية. لقد كان يوم الإربعاء الذي مضى آخر أيام السنة الهجرية 1433، واليوم الجمعة هو الثاني من شهر محرم لسنة 1434 هجرية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العام الجديد عام فتح وانتصار وتمكين للإسلام والمسلمين في سوريا وفلسطين وفي أفغانستان وكشمير، ولجميع المجاهدين الصادقين الذين يجاهدون مخلصون في سبيل نصرة هذا الدين، اللهم آمين. أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفضليات، لقد جعل الله تبارك وتعالى لكل كائن حي أجلا محدود وعمرا مختوما. قال تبارك وتعالى: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويحسب الإنسان الغافل، يحسب الإنسان الذي غفل عن هذه الحقيقة أن ذلك الأجل مديد وبعيد وبعيد. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. نسينا أيها الإخوة الكرام أن آجالنا ثوان معدودات. نسينا أن الأجل نفس يدخل وقد لا يخرج، أو يخرج وقد لا يعود. نسينا أن الثواني أن الثواني ينبض بها القلب ويخفق بها الشريان. وصدق من قال: دقات قلب المرء قائلة له، إن الحياة دقائق دقائق وثواني، فاصنع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. نسينا أن من الثواني تكون الدقائق والساعات والأيام والأسابيع والشهور والأعوام، ربيع وصيف، خريف وشتاء، ليل ونهار. سبحانه هو الله الواحد القهار، خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، ألا وهو العزيز الغفور.
الغفار، ينبت الزرع ويخضر وينمو ويترعرع مختلفا ألوانه، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وكذلك الإنسان نطفة من ماء مهين، ثم علقة، ثم مضغة، ثم عظام، ثم تكسى العظام لحما، ثم جنينا، ثم طفلا، ثم شابا، ثم رجلا، ثم كهلا، ثم شيخا هرما كبيرا، ثم هلاك وفناء. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى من قبل ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هكذا يحيا كل شيء في هذا الوجود، وهكذا يعيش كل شيء، ثم هو إلى الفناء إلى الهلاك مهما طال به العمر وتطاول به الزمان. كل شيء هالك إلا وجهه، وله الحكم وإليه ترجعون. أرى كل حي هالكا وابن هالك وذا نسب في الهالكين عريق، فقل لقريب الدار إنك راحل إلى منزل نائل المحل سحيق. إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو في ثياب صديقي. هكذا كل شيء ينشأ بين ليل ونهار، ويشيبه ويفنيه الليل والنهار. كل ذلك مر ويمر، وما بقي منه سوف ينتهي ويندثر، حتى تبلغ الدنيا أجلها وتأتي الآخرة التي لا انتهاء لها، نعيم دائم بدون انقطاع أو جحيم دائم بدون انفصال. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون. أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، 365 يوما أخرى مضت من أعمارنا، سنة بتمامها وكمالها ودعتنا، وبما حملناها من الأعمال غدا سنلقاها وتلقانا. فحق على كل عاقل وعاقلة أن يقف اليوم وقفة صادقة مع نفسه لمحاسبتها ومساءلتها. فوالله الذي لا إله غيره لتموتن كما تنام، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتجزون بما كنتم تعملون. فجنة تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها أعدت للمطيعين، ونار تلظى أعدت للعاصين. لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فمن أراد، أيها الإخوة الأحبة، من أراد دوام العافية وحسن العاقبة فليعبد الله وليتقه على الدوام، وليستقم على الهدى في جميع الأوقات والساعات والشهور والأيام والسنين والأعوام. فليس لطاعة الله عز وجل زمن محدود، ولا لتقواه موسم مخصوص، ولئن تفاضلت بعض الأيام والشهور وتضاعفت في بعض المواسم الأجور كما هو لديكم معلوم، فما ذلك إلا من أجل تنشيط الهمم للحفظ
الحرص على مزيد من العمل، ولكي تنتبه القلوب من غفلتها، وتستيقظ النفوس من رقدتها. والمغبون من لم يعرف ربه إلا في أيام معلومة أو ساعات معدودة، ثم يعود بعد ذلك إلى غيه وغفلته، فينتكس في المعاصي ويرتكس في الآثام، نعوذ بالله تعالى من الخذلان. إخوتي في الله، من غفل عن نفسه تصرمت أوقاته، وكثرت يوم التغابن حسراته. وأي حسرة بالله عليكم، أي حسرة على العبد أعظم من أن يكون عمره هذا عليه حجة، وتقوده أيامه إلى مزيد من الردى والشقوى. إن الزمان وتقلباته أنصح المؤدبين، وإن الدهر بقوارعه أفصح المتكلمين. فانتبهوا بإيقاظه، واعتبروا بألفاظه. قيل أربعة من الشقاء: جمود العين، وقسوة القلب، وطول الأمل، والحرص على الدنيا. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع عنا نقمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته، ومن استنى بسنته واهتدى بهديه وسلك طريقه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، من حاسب نفسه في الدنيا خف يوم القيامة حسابه، وحسن في الآخرة منقلبه، ومن أهمل المحاسبة دامت حسرته وساء مصيره. فتأمل أخي الحبيب جيدا، تأمل: ها قد وهن العظم وبيض الشعر، ورحل الأخلاء والأقران، ولم يبق إلا اللحاق بهم، طال الزمان أم قصر، وهو أمر معلوم وأجل محتوم. أيها الإخوة الأعزاء، عجيب والله الذي لا إله غيره، عجيب حال الإنسان الغافل الذي يوقن بالموت وينساه، ويتحقق من الضرر ويغشاه، ويخشى الناس والله أحق أن يخشاه. يغتر بالصحة وينسى السقم، ويفرح بالعافية ولا يذكر الألم، ويزهو بالشباب ويغفل عن الهرم، ويفرح بالعلم ولا يكترث بالعمل، يحرص على العاجل ولا يفكر في الآجل، يطول عمره ويزداد ذنبه، ويبيض شعره ويسود قلبه. قلوب مريضة عز شفاؤها، وعيون تكحلت بالحرام قبل فقل بكاؤها، وجوارح غرقت في الشهوات فحق عزاؤها. سبحان الله، ألم يأني لأهل الغفلة أن يدركوا حقيقة هذه الدار؟ ألم يأني لأهل الغفلة أن يدركوا حقيقة هذه الدار؟ أما آن لهم أن يوقنوا أن الحياة عناء، وأن نعيمها ابتلاء، وأن جديدها سيبلع، وأن ملكها سيفنى، وأن ودها سينقطع، وأن خيرها سينتزع، وأن المتعلقين بها على وجل فهم إما في نعم زائلة، أو بلايا نازلة، أو منايا قاضية. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أخي الحبيب، العمر فيها مهما طال قصير، والخطر بنا محدق كبير، ونحن
فيها بين حالين، حال قد مضى لا ندري ما الله سبحانه وتعالى صانع لنا فيه، وأجل قد بقي لا ندري والله ما الله سبحانه وتعالى قاض فيه. وإذا كان الأمر كذلك أيها الإخوة الأحبة، فعلى صاحب العقل الراجح والبصر النافذ أن يتزود من نفسه لنفسه، ومن حياته لموته، ومن شبابه لهرمه، ومن صحته لمرضه، ومن غناه لفقره، فما بعد الموت من مستعتب، ولا بعد الدنيا من دار، إلا الجنة أو النار. واعلم يا عبد الله أن المحاسبة الصادقة، أن المحاسبة الصادقة ما أورثت عملاً وسيرا نحو الله. فاستدرك أخي، فاستدرك ما فات بما بقى، فمن أصلح ما بقى غفر له ما مضى، ومن أساء فيما بقى أخذ بما مضى وبما بقى. ثم اعلموا عباد الله رحمكم الله تعالى أن من أشد ما يفسد العمر ويقتل الوقت صحبة البطالين، ومعاشرة الهاملين، أصحاب الجهالات واللهو والعبث، بهم يضيع الزمن ويفسد العمل وتسوء الصحة. فواجب على كل من نصح نفسه وعرف وقته أن ينفر عنهم ويفر منهم، فالنبتة الفاسدة تفسد ما جاورها، والماء والهوى يفسدهما مقاربة الجيف. وفي أحضان البطالة والبطالين تولد الرذائل وتنبت المعاصي والجرائم. ومن لم يشغل نفسه بالحق شغلته بالباطل، والإناء إن لم تملأه بالماء النظيف لعب به الهوى. فمن عزم على حفظ ما بقي فمن عزم على حفظ ما بقي له من سويعات عمره، فلا يصاحب إلا الجادين العاملين الأخيار النابئين البرر الصالحين، الذين يحرصون على أوقاتهم أشد من حرص الشحيح على دراهمه ودنانيره. فاتقوا الله رحمكم الله، وجدوا في العمل، واعتبروا بما سلف، فالفرص تفوت، والأجل موقوت، والإقامة محدودة، والأيام معدودة، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. اتقوا الله عباد الله، واعتبروا بسرعة انقضاء عامكم الذي مضى، تدبروا وتذكروا وتبصروا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. روي أن الخليفة العباسي هارون الرشيد رحمة الله تبارك وتعالى عليه أعد مائدة عظيمة، جمع عليها كل ما لذ وطاب، فلما جلس حولها ونظر إلى من حوله فرأى أصحابه وأحبابه الذين يحبهم ويأنس بهم، أعجبه ذلك أيما إعجاب، فأرسل في طلب الشاعر أبي العتاهية فجيء به، فقال له الخليفة: هل رأيت ما نحن فيه من حبور وسرور وصفاء صف لنا حالنا هذه؟ فقال أبو العتاهية: عش ما بدا لك سالما، عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح أو البكور. فقال الخليفة: هذا شيء حسن، ثم ماذا؟ فقال: فإذا النفوس تقعقعت في ظل حشرجة الصدور، فهنالك تعلم موقنا ما كنت إلا في غروري. فقال الحضور: جئنا بك لتصف حالنا نحن فيه من السرور، فعكرت علينا صفونا. فقال الخليفة: دعوه، فوالله لقد ذكرنا ربنا، ذكرنا ما نسيناه، فجزاه الله عنا خير الجزاء. قال تعالى: يا أيها الناس إنما بغيكم
إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون وقال الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به ثم قال يا محمد شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس رواه الإمام الترمذي رحمة الله عليه أرى الدنيا تلاحق بفراقي مشمرة على قدم وساقي فما الدنيا بباقية لحي ولا حي على الدنيا بباقي عباد الله إن الله جل في علاه أمركم بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكة قدسه فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم آتي حبيبنا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا اللهم يا ربي أختم لنا بالحسنى اللهم اختم لنا ولجميع إخواننا المسلمين والمسلمات بالحسنى يا رب العالمين اللهم يا ربي أمتنا على طاعتك اللهم واقبض أرواحنا على شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين نسألك في هذه السنة الجديدة المباركة اللهم يا رب أن تجعلها عام نصر لعبادك المجاهدين في كل مكان العالمين اللهم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته